مفهوم. اي طبعا يعني. طب ممكن حضرتك برضو تعرف معلومات، ممكن حضرتك تعرف معلومات معانا دلوقتي، لانه معانا دلوقتي الدكتور احمد مهران وهو الممثل القانوني للفنان الكبير ايمان البحر درويش، ممكن يبقى عنده معلومات يساعدنا بيها. برحب بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بيك استاذ شريف. اهلا بيك واهلا بالنقيب مصطفى كامل. ممكن تطمنا على الحاله الصحيه للفنان الكبير؟ يعني خليني في الاول اقول لك ان انا يعني زي كل المصريين بتساءل سؤال مهم جدا، احنا مش عارفين نحدد اجابته ولا نفهمها. استاذ شريف، كانت فين كل الناس دي من انها تسال عن الفنان الكبير ايمان البحر درويش خلال الفتره اللي فاتت؟ فنان ايمان البحر درويش اسم وعلامه كبيره في الوطن العربي كله، اكيد واحد من اهم والمع النجوم. بص يا دكتور احمد، هي طبيعه الدنيا، ما ده صحيح اللي انت بتقوله ده، والله صحيح. انا ما بأوحدش يعني. الفنان ايمان البحر درويش مر بازمات كتيره جدا الفتره خلال السنين اللي فاتت. هل الصوره دي في ازمه، هل الصوره دي في ازمه صحيه قريبه؟ الصورة دي أيام كورونا، لما كان عنده كورونا من فترة مش طويلة. من شهور يعني؟ الصورة دي من شهور؟ لا، يمكن من سنتين. من سنتين؟ يمكن من سنتين. طب هو حالته الصحية دلوقتي، حضرتك تواصلت معاه آخر مرة إمتى؟ الصحية كويسة وبخير، وكان الفترة اللي هو، ما أنا عايز أقول لحضرتك إن الفنان إيمان البحر درويش زي ما بقول لك مر بأزمات كتيرة جدا، كانت فين الناس اللي مهتمة؟ الحمد لله إن ربنا بتنشر صورته واللي بتحاول، في ناس كتير بتحاول إن هي تصنع فتن وتختلق أحداث، وناس تقول لك أصله كان تحت الاعتقال، وناس تقول لك أصله كان محبوس، وناس تقول أصله كان تحت تهديد من الدولة ومحدد إقامته، كل ده كذب. وناس بيحاولوا يسيسوا الصورة ويعني يخلقوا قصص من الخيال لتشويه الصوره ومحاوله تفسير الامر بغير الحقيقه. يا استاذ شريف، طيب حضرتك الناس اخر كانت فين كلها اخر مره قضيه النقابه، وكان سياده النقيب مصطفى كامل خصمنا في القضيه ايام انتخابات النصف والاعاده الانتخابات، وانا كنت محامي الفنان الكبير ايمان البحر درويش في القضيه دي من 2013، والموضوع مر بقضايا وجلسات وبعد كده القضايا اللي كانت ما بيننا وما بين النقابه. يا دكتور احمد، يا دكتور احمد، دكتور احمد، احنا دلوقتي بنتكلم بشكل انساني. انا عارف انك الراجل الممثل القانوني المحامي، بس عند الازمه اسمعني بس يا دكتور زعلانين. يا فندم انا موافق، متاثرين اسمعني يا دكتور احمد من فضل حضرتك. انا دلوقتي عندي هدف في الحلقه، كويس؟ انا مقتنع تماما باللي حضرتك بتقوله، في خصومات ممكن، في خصومات في محاكم وقضايا ممكن، بس احنا بنتكلم في ظرف انساني. حضرتك اخر مره تواصلت مع الفنان ايمان البحر درويش امتى؟ خلال مثلا اسبوعين ثلاثه فاتوا. ومن اسبوعين ثلاثه فاتوا كانت، وكان هو الفتره اللي فاتت كان بيخضع للعلاج الطبيعي وبقى أيوة. كويس، وحالته الصحيه بقت كويسه. الصوره اللي اتنشرت دي بطريق الخطا او بطريق غير مقصود أيوة. او ربما نتيجه حد هكر الحساب، لان احنا حتى امنيه مش عارفين نوصل لها. كويس، يعني حضرتك دلوقتي بتاكد لي، ما بتردش. طيب حضرتك دلوقتي بتاكد لي انه بيتعافى من ازمته الصحيه الاخيره، بيعمل جلسات كان بيمر بازمه صحيه وازمه نفسيه بسبب القضيه بتاعت ابنه اللي اتحكم فيها النهارده، وكان بيمر بازمات نفسيه ايام التصريح اللي قاله واللي خلى بعض الناس هجمته. طيب. وكان بيمر بازمات نفسيه صعبه جدا ربنا ايام عيطه قدام مصطفى كامل. ربنا يقويه يا دكتور احمد. يا دكتور احمد، دكتور احمد، كانت فين الناس اللي النهارده؟ ممكن يا دكتور احمد، يا دكتور احمد، احنا بنتكلم عن الصوت والفن بتوع بني ادم احنا بنحبه اسمه ايمان البحر درويش. كل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده يبقى هو كويس وسليم ومعافى، والقانون ياخد مجراه والكلام ياخد مجراه والعلاقات الانسانيه تختلف، بس انا بتكلم دلوقتي. حضرتك دلوقتي بتطمني انه سليم، بياخد جلسات العلاج الطبيعي ده وفقا لاخر معلومات عندك من اسبوعين، وان الصوره دي قديمه، وانه الصوره دي سواء نشئ بغض النظر عن النوايا بقى، الصوره دي منشوره قصد، منشورة غلط، منشورة عن طريق قرصنة الحساب، ده شيء. لكن هو إيمان البحر درويش الإنسان البني آدم، الحمد لله الصورة دي قديمة، وهو في حالة بيتعامل فيها مع حالته الصحية. أنا بشكرك، صح ولا أنا غلطان؟ في تاريخ مصر يا أستاذ شريف، ما هو ده اللي أنا بقوله، ما هو ده اللي أنا بقوله، عشان كده اهتمام الناس وسؤالهم، وكويس إنك صححت، يعني بشكرك إنك صححت لنا معلومات. حضرتك بتقول إنك تواصلت معاه من خلال أسبوعين أو ثلاثة، وإنه دي صورة قديمة. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد. إحنا لسه معانا سيادة النقيب.